السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الأعزاء، مساء الخير، مرحبا بالجميع. لاحظ هذه الخطوط العمودية السوداء، يوجد أيضا خط هنا وأيضا بعض الخطوط هنا. نعم، خطوط عمودية. هاني محمود، خطوط عمودية أخي. نعم أخي جمال، حياك الله من الجزائر، حياك الله أخي. لاحظتم الخطوط؟ سوف أتوقف عن الكلام، فتابعوا طريقة الإصلاح إن كان لدينا حظ معكم في هذا اللايف. سوف أقوم بفصل التيار الكهربائي. هذا البانل عن الشاشة. نضع الشاشة جانبا، حوض الشاشة نضعه جانبا، لا يهمنا الآن. ثم نحضر هذا الورق البلاستيكي، نقوم بتنظيفه. ثم نضع القناة. إذن أول خطوة نقوم بتثبيت مثلا هذه الجهة اليمنى، ومن طبيعة الحال
بدون لا تردد ولا خوف. سوف ترون هذه المغامرة التي تخيف الجميع. لحظة، أولا أقوم بتغيير الهوتهير، أضع الفوهة كبيرة، هذه لا تناسب العمل. أضع هذا النوع الفوهة الكبيرة. نتوكل على الله. بهذه الطريقة نسخن بعض الشيء الكوع كامل ذلك اللحام الأسياف ما بين المسطرة والسورسكوف، نسخن هكذا بضع ثواني ثم تبدأ العملية السحرية. هكذا انتهى. هل يوجد منكم من هو خائف من هذه العملية؟ ثم نمر إلى الكوف الثاني. هل يظهر لديكم الكوف الثاني؟ السوسكوف؟ هل يظهر السوسكوف الثاني؟ أنا الآن مثبت الهاتف على أبو هازر. أنت خايف؟ خلي الكاميرا على السوسكوف. نعم، يا صديقي الآن واضحة أخ هاني، واضح الأمر، واضح الكاميرا، واضحة الصورة، واضحة. بسم الله. وهكذا أيضا العملية المخيفة. لقد قمنا بعزل المسطرة نهائيا عن البانل كما تلاحظون. المسطرة قمنا بعزلها نهائيا عن نستغل على هذه الجهة اليمنى. إذا فيكم من هو خائف فليظهر نفسه، أريد أن أنزع منه ذلك الخوف مرة أخرى. لمن هو مهتم فليسأل عن هذه الكاوية، فهي صراحة مريحة في العمل. يمكن تغيير هذه الرؤوس بتدوير هذا جميلة جدا. أهم حاجة في هذا التنظيف الأسي إف هو الفلوكس، النوعية الجيدة. إذا أنت تتوفر على الفلوكس من النوعية الجيدة فالعمل سيكون ميسر بين يديك.
مش هناك. يجب أن يكون التنظيف بثبات، عدم انزعاج، يجب أن تكون اليد ثابتة. نحضر هاد الجديلة. الجديلة فهي مهمة في العملية. الجديلة مهمة في العملية. نعطيها البعض من الفلوكس أيضا. ثم نستعملها في التنظيف المحكم لكل السوائب وكل الأوساخ والفزير المتبقي الذي ربما قد يحدث عائق أثناء العملية السحرية. أهم شيء هو التنظيف المحكم لكل هذه الأوساخ المتواجدة هنا. هذه الأوساخ هي التي تسبب تلك الخطوط. إذا كان تشيب أون فيلم ذلك الـ PC المتواجد وسط السورس كود غير متضرر، فأكيد 100% ستختفي تلك الخطوط. نقوم بالتنظيف. الآن أصبح الوضع جيد. نمر إلى الجهة الثانية.
أخي هاني، صراحة أنا لا أتابع الردود على أي يمكن المتابعة بعد تكملة الإصلاح، إن أمكن ذلك. نقوم أيضا بتثبيت هذه الجهة اليسرى حتى نشتغل بأريحية. هذه المرة أخرى نضع فلوكس. المسطرة في عملية التنظيف، عملية تنظيف وإزالة السوائل فهي سهلة جدا. العملية صعبة بعض الشيء على مستوى على مستوى الريبون، ولكن تابعوا. خوتنا المغاربة غادي يعرفوا هذا المثل، تيقول لك ما تديها الا زعيم ولا كريم ولا مرضي الوالدين، ياك يا راه ما كان الزعامة راه ما كاين اصلاح. ضروري الشجاعة يا اخوان، ضروري. أثناء العمل تحدث أخطاء ويمكن معالجتها. طبعا إذا حدث ما حدث فيمكن تدارك الوظيفة. حدث خطأ بسيط هنا، من المفروض أن أتدارك الموقف حتى لا أسقط في بعد محاولة ترك الكوف، أسقط في متاهات، يعني نحن في غنى عنه. إذن يجب تدارك الموقف في الإصلاح. الأداة التي أستعملها في القطع اختفت للأسف، دائما يحدث معي هذا الأمر دائما. ها هو الفلوكس الجديد من النوعية الجديدة، ظهر اختفى حتى قمنا بإنهاء العمل. أنا أهيئ نفسي بشكل جيد قبل البداية في هذه العملية.
على أي سأترك هذا الأمر للفرصة فيما بعد. فقط تابعوا، نقوم الآن بقص هذا القزير الذي علق هنا بهذه الجديلة، ثم نحاول أن نملئ هذه الجديلة بالفلوكس هكذا، لأن هذه العملية ديال المزج ما بين الجديلة والفلوكس تساعد في عملية التنظيف بسرعة فائقة. نلاحظوا إذا قمنا بتنظيف المسطرة من الجانبين انتهت هذه المهمة ديال المسطرة. نمر إلى المرحلة الصعبة، سأريكم الخطأ الذي حدث يجب معالجته قبل هو الخطأ كما تلاحظون. إذن السرعة في محاولة النظر إلى الكاميرا الهاتف ومحاولة تنظيف، حدث ما حدث، ولكن سوف أقوم بتصحيح الوضع. على إن انتهينا من عمل المسطرة، نمر الآن إلى العمل البانال. بطبيعة الحال يجب قلب البانال هكذا حتى تظهر لنا تلك المسارات. سوف أقوم بتقريب الكوف هنا لتروا تلك المسارات. أخرى. هنا نستعمل أداة أخرى، عوض هذا البلاستيك، نستعمل أداة أخرى تلعب دور كبير في تنظيف، ألا وهي هذه الرخام، تلعب دورا كبيرا في العملية. لاحظوا معي جيدا كيف تتم العملية. إذا لم تقم بوضع هذه الرخامة لن تتمكن من تنظيف بقايا ذلك السكوتش الأسياف هنا، لأنه يجب تعويض هذه المادة بالقزير. وأثناء عملية المسح فإننا نقوم بعملية تلحيم القزير الذي قمنا بتنظيفه على المسطرة مع القزير الذي سوف نقوم بتمريره هنا.
إذا حتى أشتغل بأريحية أقوم بتشغيل بتثبيت هكذا الاشتغال على النصف، يجب أن يكون ملتصقا مع الرخام. إذا الحمد لله يوجد لدينا الفلوكس النوعية الجيدة نستعمله في المسطرة ليهم، لكن هنا في الريبون ضروري من اللحام النوعية الجيدة ضروري. عفوا الفلوكس من النوعية الجيدة. داخل الريبون وليس من شكرا. إذن غنحاولو نستعملو مكبرة. معذرة أصدقائي في انتظار الحصول على ميكروسكوب من نوعية جيدة. لا زالت هناك بعض الأوساخ يجب تنظيفها.
تلك الأوساخ إن لم تقم بتنظيفها فإنها تكون عائق كبير أثناء عملية التلحيم. نمر الى سوشكوف الثاني، الريبون الثاني. خلاق وخلوق، خلاق وخلوق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بخير خويا. الحمد لله. آمين. فهمتوا؟ فهمتوا شي حاجة؟ Qu'est-ce que c'est que tu veux?
عندنا خلفية لك. العالم كم بيتفرجك؟ خلفية لك ولا مازلت؟ لاحظوا الأوساخ أيها الأصدقاء كيف تخرج من هذه الجهة المتضررة. الجهة التي تكون متضررة تكون في أوساخ. لاحظ أنا لم أقم بوضع فلوكس، يوجد هناك يعني رداء في التعامل مع، نسيت أن أضع الفلوكس. لاحظوا كيف أصبح القزير يعرقل السير. ميري لاحظ الآن بعد وضع الفلوكس من النوعية الجيدة، لاحظ العملية كيف تمر بسلاسة. إذا إطلالة مرة أخرى بالعدسة، هنا الأمور تبدو جيدة، لا يوجد هناك أوساخ. انتهت عملية التنظيف. الآن سندخل على عملية التلحيم. هنا تبدأ المعركة الحقيقية يا أصدقاء، المعركة الحقيقية تبدأ هنا. كيف يتم التوصيل بين المسطرة والسوسكوف؟ هنا لاحظ يوجد، الذي ذكرت هذا سابقا في كثير من الفيديوهات، يوجد لديه هنا نقطة نحاسية هنا. واحد، هذا هو الروبير ديال الكوف، واحد هنا وأيضا هنا. بالكوف يوجد ثقب، هنا
انا غادي نجيب هذا نوريكم الثقب اللي كاين. ربما ها هو بالكوف يوجد لدينا ثقب، من خلاله يتم تحديد هو الثقب. إذن يتم وضع الثقب مقابل للنقطة النحاسية التي رأيت بالمسطرة. قمت بإعادة الكاميرا حتى أتمكن من تقريب العين المجردة إلى هذا السورسكوف واستعمال العدسة في العين. يتم تركيب العدسة في محور العين، سوف أريكم الطريقة. هكذا يتم تركيب العدسة في محور العين، هكذا بهذه الطريقة. ثم نستعمل مرة أخرى هذا اللصاق لتثبيت المسطرة مع الكوب. نقوم بتقريب الزوم، نقابل النقطة النحاسية مع الثقب الموجود في السورسكوب من الجهة الأولى، نثبت الجهة الأولى باللصاق، ثم ننتقل إلى النقطة النحاسية الأخرى المتواجدة بالمسطرة، نقرب النظر بالزوم إليها. إذا أيها الأصدقاء، هذه المرحلة فهي مرحلة صعبة جدا في أثناء محاولة تركيب السورس كوف مع المسطرة. هذه هي المرحلة الصعبة، تتطلب الحنكة والذكاء والتركيز. عاد المباشر. إذا سوف أقوم بتقريب الهاتف، تحويل الهاتف مع ذرة، سيكون هناك يعني لخبطة في جودة الصورة حتى أتمكن من تثبيت الكاميرا لتروا العملية بأنفسكم. إذا قلت أيها الأصدقاء، في هذه العملية يوجد لدينا هنا ثقب وتوجد لدينا نقطة نحاسية. تلك النقطة النحاسية يجب أن تظهر لنا من خلال هذا الثقب. نقوم بتثبيت هذه الجهة اليمنى ثم نمر إلى الجهة اليسرى. يجب كذلك، لاحظ هنا النقطة النحاسية تظهر هنا على هذا مقابل في هذا الثقب. إذا هذه فهي حالة جيدة. هنا أعتقد بعيدة عن الثقب، إذا فهي بعيدة، يجب إعادة الهيكلة هنا. هذه هي المرحلة الصعبة الإخوان، لذلك يوجد خوف
من متابعينا فعلا إن لم يكن هناك تركيز سلام. لا أعتقد، هل تظهر لكم العمليات أم لا؟ لا أعتقد، هل تظهر لكم عملية محاولات موازاة الخطوط الكوف مع خطوط المسطرة؟ لا أدري هل هذه العملية تظهر لكم هكذا على المباشر أم لا؟ إذا قلت يوجد نقاط هنا، يوجد ثقب هنا على هذا السورسكوف مثل هذا الطرف من المسطرة، لاحظ يوجد لدي هذا الثقب كما تلاحظون، ها هو، ويوجد لدي نقطة نحاسية هنا. لا أفكر في هذه المسارات، هذه العملية صعبة، لا أفكر في هذه المسارات هكذا، بل فقط أفكر في هذه النقطة، هذه أقوم بمحاولة إظهار هذه النقطة من خلال هذا الثقب هكذا، هذه هي العملية. لاحظ الآن النقطة تظهر، إذا قمت بمخالفة لا تظهر، هاي لا تظهر الآن، لاحظوا الآن لا تظهر، الآن فهي تظهر، لاحظوا ها هي يوجد موازاة بين تلك النقطة النحاسية والثقب الموجود بالكوف، لاحظ لقد ابتعدت، لاحظ 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 لاحظ، هي الآن تظهر، لقد ابتعدت. إذا أقوم بتثبيت هذا المكان ثم أنتقل إلى تثبيت المكان الآخر هكذا، وبعد ذلك أقوم بتمرير وضع الفلوكس من نوعية جيدة والتمرير بالكاوية لا غير. إذا لم تتوفق في مقابلة النقطة النحاسية مع الثقب فإن العملية فاشلة من الوهلة الأولى. هذا ما أردت أن أقوله. إذا أهم نقطة في هذه العملية التلحيم بالمكواة فقط، والتي أبهرت الجميع والتي يخافوا منها الجميع، فهي يعني تتطلب نوع من التركيز فقط والممارسة لا غير. إذا المرجو نشر هذه المعلومات ليستفيد كل من له علاقة بهذا الميدان. إذا سوف أحاول فعل ما قلته، أكرر العملية هنا. أول شيء لاحظ بأنه لم أقم، أنا فعلت خطأ، لم أقم بتثبيت المسطرة، فهي كتتحرك. إذا في أي لحظة تحرك بسيط يخلق يعني فقدان ذلك التوازن الذي تكلمت عنه. إذا فأول شيء يجب علي، فهذا خطأ فادح قمت به. يجب تثبيت البيفوتي راه الروبوت ديال الفيسبوك قال لي بيفوتي التليفون، يلا اش غتقولوا نتوما في القضيه هذه. اذا اول شيء هو تثبيت الكاميرا، تثبيت المسطره حتى تعمل بأريحية. يجب ان تكون المسطره ثابته بشكل جيد جدا. انا نسيت ان اقوم بتثبيت المسطره، لذلك وجدت صعوبه في توازي المسارات مع بعضها البعض، خصوصا الثقب مع النقطة النحاسية المتواجدة بالمسطرة.
إذن أول شيء الآن أصبحت المسطرة ثابتة. الآن سيسهل علي عملية موازاة الثقب مع النقطة النحاسية. أول شيء أقوم ب الذي يجب أن أقوم به في أول خطوة، يجب أن أترك مساحة للبانل لكي يتحرك هكذا، لأنه إذا قمت باللصاق فالبانل لن يتحرك، لأنني يجب علي أن أقوم بتحريك الكوف لأن المسطرة أصبحت ثابتة هكذا. المسطرة أصبحت ثابتة وبالتالي يجب تحريك البانل لأن به الكوف لاصق مع البانل. إذا قمت بتثبيت الكل فمن طبيعة الحال كأنني لم أعطي فرصة لعملية تحريك الكوف. لاحظ البانل أصبح يعني البانل أصبح يتحرك هكذا. إذن سيسهل علي الآن بما أن المسطرة أصبحت ثابتة، يسهل علي يعني تثبيت موازاة الثقب هنا مع النقطة الأولى على الجهة اليمنى، ثم نقوم بالتثبيت ونمر إلى الجهة الثانية. الآن هي أصبحت نجد هناك توازي، الآن أصبحت توازي من الجهتين، العملية الآن مضمونة. سوف أريكم إياه حتى تكون على يقين. معذرة، لاحظوا أيها الإخوان.